السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. اليوم الجمعة 31/12/2021. اليوم يا شباب نحن بلشنا من عند أخونا برهان أبو الفوز، من عند ربجة الدلال برهان أبو الفوز، ما شاء الله بإشكارات طيبة. يعني اليوم آخر يوم بالسنة، آخر يوم ب2021. الله يجعل الله يجعل السنة الجاية إن شاء الله خير وبركة ورحمة على الجميع إن شاء الله يا رب. لا تنسوا الاشتراك بالقناة يا شباب وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عندنا نعجات بلديات يا شباب موجودات عند أخونا وليد مطافيل ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد إن شاء الله تبارك الله. شقد السوم وليد؟ السوم طالبين 2500. اللهم صل على محمد. ما بين هرم ها؟ بيها اثنين هرم وواحدة شطور. ان شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد. شقد العدد؟ العدد 31 راس. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. غنم كاملة ما شاء الله. كلهم ولده مو؟ كلهم ولده. ما شاء الله. فيها توام؟ فيها توم واحد. توم واحد. ها ياخذها صارت عنده غنم صير غنام بدقيقه واحده. ما شاء الله تبارك الله. هاي اخراف الغنم ابو حمزي والله يعرف وشوف وشب. ما شاء الله تبارك الله. برهان السوم 2500 يا شباب اكيد البيع يعني 1500 ما يضل ولا وحدة. مو بقيس؟ كيفون الشباب على 1500 ها؟ اللهم صل على محمد. لا تواخذوني الشباب والله تعبان شوي قريب وبرد. الله المستعان. ربيع ابو حمزه بس ربيع. اي والله الله يبعث الربيع يا رب. مستبشرين بالسنه الجديده خير ان شاء الله. وهاي شكارة ثانيه موجوده عند اخونا ابو الفوز. استطلاعيات من غنم وحده وسم واحد. بروفس يا احمد فوز. عم يدفعونا 1700 ونحن منا 2000. اي نعم. ومنا 2000 10 روس فيهم توب. بطن بطنين ثلاثه اربعه غنم. ما في هرم. ولا هرمه ولا شطور. شيل الطليان يا احمد. شي. كلها شقر ها؟ كلها شقر. ما شاء الله. نعجات من غنم وحده، من غنم اخواننا على الجبل الزاوي. اي نعم. 17 راس بعد هيك. شقد الدفع ابو الفوز؟ 10 روس. شقد الدفع؟ دفع 17 1700 ليره تركي، 1700 تركي. ايوه 1700 ليره تركي عم يدفع لنا هالرجال، اخواننا ابو عيسى. ايه. الله يحفظ ابو عيسى. راسنا والله عمامنا ابو عيسى والله. اشتريت 2000، اشتريت 2000. كلهم مطافين ما شاء الله. اشتريت 2000، اشتريت 2000. حق هالرجال حق ابراهيم الغابي 18 1008. الله يجبر عمي والله. انا رخ 13 ونص اليوم. الله يجبر عمي. يا روح قلبك على يا برهان. 13 ونص يا خالد. هاي اطفالها يا شباب طليان. 17 ونص احنا نسمي الطليان اطفال. ايوه جماعه اشتروا. ايوه كيف الوقت افهم عليك. ويسات هاي محسنه ما شاء الله. يا هاي زينه والله مقاس. هاي هاي ام راس. ابن الصوالة يا رب. طبعا انا يا شباب ما عدل على ابو قيس. ابو قيس معلميته يعني على السوق. 18 خالد. يعني اتحدى بالمنطقة بي حدا عنده معلمية مثل ابو قيس. كل المنطقة يعني وكل واحد يقول انا غنام وعنده خبرة اتحدى يكون عنده والله يعني الخبرة الموجودة عند اخونا ابو قيس. شري نظيفة كويسة بعد فلذلك انا ما جادله بكثير يعني. روح تكل على الله. تكل على الله روح. 18 1800 روح. الله يحفظك.
اشترينا بنص والله حدت علي ما حدت عليك تاخذ راتك معك يا يا حاج هذا شيل هاي حق 3000 في نادي 3000 عشان انت زين ابو قيس انا بريده كويسه الله وكيلك ظهر من كويسه الله وكيلك والله ايوه يا برهان هي عزمه تبرص لا 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 يا عزمه تبرص ما في الله تبرص يا ولد عمي الله يجبر الله ما في الله حاج ابو قيس بعدها يا شيخ بس خلي لي شويه بس 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 برهان نجات بلديات والصلاه ل 1750 انا عارف هذه الغلط غير انت والله 1800 ولا ما زيد ولا ليره اشترينا دخلنا على الله الله يعطيك ترى عقد 18 دخلنا على الله يا خالي دخلنا ما كان معك كويس ايوه زين سبب الله ترى شغله والله ما في واحد عم يشتغل جروح من عمي اشترينا 18 ما اشتغلت ما اشتغلت لك السوق الطويل والله مو كويس ساعتين بس اولادي حبيت ذراعيك تحت 2000 ما ضيع اشترينا ب 18 بس بدي ندار عليه بس لسات الموجودات الشباب ما ندري يجوز ينباع غالبا راح ينباع بالسوق يعني البازار مو بعيد اذا ما انباع عن الالو بين مصلحه والله اشكاله طيبه يعني وكلها مولده ما شاء الله ما عم نلاقي بهالسوق يا شباب عنز تفتح النفس يعني كل المعزة الموجودة يا بداية عشر يا خشانتها عادية يا ما قام تجتمع كل المواصفات بنفس الوقت يعني هاي نعجة يا شباب نعجتين هاي واختها وراها ما شاء الله تبارك الله رباعية ومثالث وراهن فطايم موجودات عند عمنا الدلال ابو عواد العقيدي ما شاء الله تبارك الله فطيمته موزرة والفطيمة الثانية كمان موزرة هاي دبسة ما شاء الله وذي الشقرة اي نعم عارف والله خشانات زينة يا شباب ما شاء الله ضرارها زينات ما شاء الله يا عمودي اي والله كويسات اللهم صل على محمد عمك ابو علي عمودي اي نعم اخونا ابو محمد قدامنا بعث بيها 3000 لحالها يعني وما انبعت اي نعم فطيمته كويسه ما شاء الله يا شباب شوفت عينكم يعني ما شاء الله تبارك الله 3000 كويسه كمان ايه ضرتها زينه ومواصفاتها زينه زاد هي طيبه يعني اي نعم وصلن 6000 عمنا ابو خلوف بعث بين 2 5000 وصلن 6000 مستلف صار شباب لا وحده هاي بعث فيها 3000 لا مو علي انت قبلك قبل وصل 6000 ابو محمد ابو محمد شباب كل وصل شباب ابو محمد بعث فيها 3000 هاي 5.5 لا 6000 قال لي يا ام محمود وانا قد بعد انت 5.5 بالله اي انت منت علي ب 6 قلت وصلن مع بعض لل 5.5 انا عجتين عند عمنا ابو عواد ما الحاجه فوق استول اني لو اريد اخذ هاي الحاله اذا مربي يعني اذا تاجر اخذ الاثنين لكن اذا مربي اخذ هاي الحاله هذيك ضرتها زينه ولكن هاي احسن المربي ينقل اطيب دائما يعني ان شاء الله فطيمته طيبه يعني ايه من عطيه بدورك يا محمد صلى الله الحبيب من عطيه الله الحبيب لكن مين قلبه قوي حطيه دوين لك مين قلبه شفت عينتين بلا وشوشة بلا وشوشة بلا حركة يلا ابو يلا هاي 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 استيتية يا شباب ما يأثر استيتية يعني إلى 6 سنوات خلقتها ما سنة ما عجبني هل نعم ما يصير مو يشبوه اذا ما يفكر في زار انا مو يدفع بيه يا اخي احنا لا نصور ليش ما نصور يطلب منه على الخاص يا اخي سوم الناس تسوم ما في مشكله الله يبارك لك اذن نعجات الشباب عند اخونا ابو عبد الرحمن على ربج الدلال ابو رحيل اللهم صل على محمد ايش قد السوم ابو عبد الرحمن والله 22 22 2200 يعني ايوه اندفع لكم شيء لسه عندي فعلنا 15 بس بغير النهار هاي قبل اليوم اي نعم شنو وضعهن؟ 10 عجات طيبات رفع اي نعم 10 ايش قد يعني 10 ايش قد؟ مثل 10 ايام حطيط يعني اي حطيط اللهم صل على محمد تشوف زازل اشوفك قطان يا ابو حمزه هاي بعناها ب 400 ضرارا كويسه يعني يا ابو عبد الرحمن إيه.
خرج منايا خرج منايا قلم جني يا ابوي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يا ابو عبد الرحمن يا خال ما شاء الله تبارك الله ما جاي من الصخره ايش قد السن ايش قد السن ابو عبد الرحمن هاي ام ثالث اي نعم طب خذ يا خال وهاي ام ثالث وهذه رباعيه اي نعم زينات لسه سنين زين يعني وفي هاي معانا اللي له مصلحه فيها هاي ثنيه الصوت عم نور قرقوره شنو وضع شهر شنو عشر هاي عشر ثلاث اشهر اي نعم 14 هاي بيها عرج نجدي بيها هجين نجدي مي اي نعم ضمن وسطيات الشباب عند اخونا ابو رحيل باعن ب 400 ليره خروف وفطيمتين يعني الشباب اللي يسألونا عن الفطايم الوسطية البضاعة الوسطية هاي البضاعة الوسطية هذا سوق هاي إذا باعت يعني ما لها سوق يعني الناس ما ترغب لها يعني لكن يعني أحيانا يشتريه حدا يلاقي زبون يعني هذنا قرقورات عشرة ما شاء الله تبارك الله على رب جد الدلال أبو رحيل زاد ما شاء الله تبارك الله يا أبو حمزة أين كويسات والله إيش قد السوم أبو والله ما اعرف الدلال ايش قد يسوق 2000 انت صاحب الرزق يعني اي 2000 السوم 2000 ندفع لكم شيء؟ ندفع بهن 13 البيزار الماضي وهذا اي نعم مدفوع بهن 1300 قبل يا شباب اي نعم يا الاربعاء قرقورات عشار يعني ايش قد عشرنا يا شباب؟ والله شهر ونص شهر ونص ما شاء الله تبارك الله هاي اسعار يا شباب اليوم كويسات يا شباب ما شاء الله بضاعة بلدية نظيفة اللهم صل على محمد بدنا نشتري هالأسد هذا هذا ابن الغنم هذا تروح معنا نشتريك العربان رجعنا على بازار العجتين اللي عند عمنا ابو عواد وين الشامع اي من قال اي وين هو ايش قد صار عم ابو عواد 6300 6302 يا محمد 6300 فاتح مزاد عليه 6300 مزاد يلا بده امه وين واصل رامي هل يزيد يمشي عند ابو ادم 6300 عند ابو ادم اخله ما يصيد الا اخله ما يصيد الا اخله ابي 6400 بلا قرون جاك حديقتك دورك يا محمد اي يا ابوي 6400 6400 عند الاشقر عند الاشقر ارجع ورا وارجع يا حجي بزرع ارجع ورا يا حجي بزرع سلم على محمد على بزرع اللهم صل على محمد 6400 والثالث 106500 ايه قد لسه المزاد شغال لسه المزاد شغال لسه المزاد شغال نور يا محمد حياك الله المزاد شغال ايوه اشقر حق الفطيمه حق فطيمه اشكر حق الفطيمه حياك الله حياك الله انا مقرب ها ما يدعي يطلع صوتي مزبوط حياك الله ويعطيك وين خلص العسل يعني حق الفطيمه حق الفطيمه 6500 عند ابو ادم 6500 ميته 6500 ما نيتك على حالك الدالة فهمت لا لا ايوه ايوه ما تشرب فيها 6500 كم ناجي هل مكان سلاك ايوه ما يروح ابو جمال يا ولد حلقي راح سلامة قلبك والله مقرب يا ابو هيثم سلامة قلبك ايه محمود ايه محمود 6500 عند ابو ادم عند ابو تركي حياك الله شرف 6500 6500 نورك يا محمد فتح علينا ما زاد العواد حرج ابو عواد حرج حرج خلاص وصلنا لغيبة هاد 6500 ايه مين عنده زود مال مسلم يتحمل زود وين ابو ادم راح نبيعها عركب اللبن عركب اللبن يا ابني الله يبارك له حرك اللبن يا ابني باركوا له يا شباب باركوا له بارك له الله بارك له عبيان يزود عبيان يزود عبيان يزود بيركب هنداية بيركب يا ابو عواد الله بارك له ها الله بارك له حط ايدك والله صار كويس يا ابن الحلال انا صاحبهم الله يبارك له والله يبارك له ستة ونص الله يبارك له الله يبارك له باع عم عواد باع 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 6500 واجار 100 واجار 100 6600 نورك يا محمد لفتنت الشقرة هاي احنا بسوق اللحم يا شباب على ربج الدلال ابو محمد جوهر شباب التعليقات قلنا صور عند اخونا ابو محمد جوهر يعني فهاي احنا عند ربج الدلال ابو محمد جوهر شو ابو محمد
الله يسعدك، الله يبارك فيك. سلمون عليك شباب من المتابعين، يعني اكثر من شخص بالتعليقات يعني يقولون سلمونا على ابو محمد جوهر. يعني الله يحفظك. شلون هالاسعار اليوم عندك؟ والله يا ابو حمد اليوم الاسعار معك 33 32 مخصوصات. اي نعم 32 والمعبر 28 30. اي نعم، يعني اللي ينباع ب 32 ايش قد وزن؟ المعبر؟ لا النعم. النعم ما تقريبا ينباع 28 30. اي نعم. المعبر تقريبا طيب 30. اي نعم. ما شاء الله. الطين شوي ينباع ب 2 33. لا لا الفطيمه ايش قد ينباع؟ الفطيمه معك ب 28 30 حسب النعم. اي نعم. ضعيفه على 25 تقريبا. ما شاء الله. يعني السوق للاحسن ولا؟ هلا اول هيك السوق عم يتحرك حسب الليره اليوم. حسب الليره التركيه. طلعت طلع يعني وصل 42 شفت خروج. هي سبحان الله لو يرخص العلف شويه الناس ما تسال يعني. هلا كله بيلحق الليره، هلا حسب الليره، اذا حسنت الليره كله بده يوقف. ايوه. هلا صفت الليره هي اهم شيء. هي العامل الاساسي. الا عم تمشي عليها. اي نعم. الله يجزيك الخير يا ابو محمد، الله يسعدك. خرفان عند اخونا ابو الفوز يا شباب. 50 ليره تكلت على الله، تكلت على الله، روح الله يبارك لك على راسي يا ابو نعم. الله يبارك لك يا ابو، الله جماله يا اخوي ابو حمزه. انباعنا 50 ليره 150 ليره، ايش قد العدد؟ 150 ليره 25 راس، راس عشان خليها. اي نعم. الله يبارك لك، الله يبارك لك، روح الله يبارك لك مشان هالانسان. اشكال انباعت عند اخونا ابو الفوز يا شباب. 25 راس، حقه حقه 650 ليره. اضرب له حق. الله يربحه حق فطام، الله يربحه صارت نصيبه. اشكال خرفان الشباب انباعت اليوم عند اخونا دلال برهان ابو الفوز. اوزان خفيفه يعني ما انه خاميات. عندنا ثنيه وفطيمه. هاي فطيمه وهاي امها، وهاي ثنيه امها. اي نعم بنات بعض، فطيمه وثنيه. هاي مين بدله؟ نعم اي نعم. هذان بنات حاطه وهاي 10 شهر. اي نعم، هاي وحده بدايه عشر وحده يعني حاطه على اولاد، الثنيه حاطه على اولاد وبنتها بدايه عشر. ايش قد السوم اخوي ابو نوري؟ السوم 5000. 2500. 2500. اي نعم. نبعث لكم فيها شيء اليوم؟ والله لسه ما مبعثين. اي نعم. طبعا شباب الصوم انتم تعرفون يعني الصوم شيء والواقع شيء. فطيمتين شقر من غنم نعيم كويسات يعني ما شاء الله تبارك الله. اي نعم. بنات بعض يعني قرقوره وثنيه ما شاء الله تبارك الله. عند اخونا ابو نوري ما شاء الله. فريان فريان، هاي الفطيمه، هاي فطيمه بنت هاي الثنيه. مبينه مبينه ما شاء الله، مبينه ما شاء الله. يعني ما شاء الله تبارك. هذا اخر السوق من الجنوب يا شباب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وصلنا الى ربوجة جملان. عندنا شباب معزه بلديه ما شاء الله خشانه زينه عند اخونا الدلال ابو عمر، ابو عمر الحديدي. اذا ثلاثه وهاي كذلك يا شباب ما شاء الله تبارك الله، معز بلدي ما شاء الله، عشار خشانه زينه وسن زين ما شاء الله تبارك الله. هاي ب 1500 اللي من جاي. اي نعم. والبعدها البعدها ظنات الدوسو. اي نعم ذمه وحده. لا هذا الناس ذمه لحاله هاي لحاله. اي نعم. اللهم صل على محمد. هاي لحاله ب 1500. شنو عشاره؟ ايش قد عشاره هاي؟ والله فوق الثلاث اشهر. اي نعم. كويسات معز بلدي كويس. وعندنا هذه ثنيه الصوم زي تصور لي. اي نعم. وهاي قام يسومها ب 5000 يا شباب، ثنيه الصوم عنز حمراء ما شاء الله ظرتها كويسه. ثنيه يعني اول بطن. اي نعم. ما شاء الله تبارك الله، ما قام نلاقي بهالسوق عنز كل المواصفات بها، والله هي كويسه ما شاء الله. هاي اول بطن ورفع وكفال وكل شيء. اي نعم ما شاء الله تبارك الله. يعني ها لقينا عند ابو عمر يا شباب اخيرا لقينا عنز تفتح النفس ما شاء الله تبارك الله. فهاي يا شباب يعني معزه موجودات عند اخونا ابو عمر الحديد اللي له به المصلحه، يتواصل معنا ان شاء الله نوصله مع اخونا ابو عمر. الشباب ما شاء الله السوق يعني في ركود شوي كانه. ان شاء الله للاحسن للاحسن، والله في خلق ورزق ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله للاحسن يا شباب السوق يعني، نقول للاحسن ان شاء الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هاي ثنيه الصوم يا شباب اول بطن، يعني احسن شيء لقيناه اليوم بالسوق ما شاء الله تبارك الله. ذره كويسه وطول رقبه وخشانه مواصفات كويسه ما شاء الله. اللي يبيها مصلحه يا شباب يتواصل معنا نوصله مع اخونا ابو عامر، صاحب اخونا ابو عامر موجوده عند الدلال ابو عمر الحديدي. ان شاء الله شيء طيب يعني. اي نعم.
هذا سوقنا اليوم يا شباب، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. دعمونا حتى نوصل 50,000 مشترك، يعني ما شاء الله خلال شهر وصلنا 2,800. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله يعطيكم العافية يا شباب ويجزيكم الخير، والسلام عليكم.